حاجة واحدة، أكيد بروفيت لو كريم، شكون المستفيد من القتل هذا؟ المستفيد من أعداء الديمقراطية، أعداء الانتقال الديمقراطي، ثم جزء من حركة النهضة مستفيد من اغتيال هذا، ومهد له طريق فيه من خلال مسؤوليته السياسية، من خلال تصريحات قرار مجلس الشورى اللي يطالب بإطلاق سراح المتهمين في قضية نجف، من خلال نيابة المتهمين من طرف الأستاذ عبد الفتاح مورقي بخطب بإطلاق سراح المتهمين. هذا كله من خلال عدم تتبع الناس اللي اعتدت على مقرات الأحزاب، رغم اللي قدم لهم أسامي، رغم اللي قدم لهم أسامي، هذه مسؤولية سياسية تاع الحكومة. حركة النهضة في الاغتيال هذايا عندها مسؤولية ثابتة، حتى وإن العملية المادية ما يهمناش شكون قام بها، لكن من مهد المحيط الملائم للاغتيال هو الحكومة وحركة النهضة. سيد إيه دهماني، أنت لا في مجلس تأسيسي، حبينا نسألوك معنا سؤال واحد، أكي بروفيت دو كريم، شكون مستفيد من القتل نتاع شكري بلايد؟ الناس اللي عندها توا أشهر وحنا نخدم فيها في العمل السياسي، مرة يكون يشنجوا في العباد ويتزايدوا ويتسبوا في المناقلين ويشكوا فيهم، بقعت يهديوا عند الوضع ومشيوا عند خطوة خطوة خلنا نوصلوا البلاد فين يلزمها توصل. هذوما ناس مش عارفة وين تحب توصل بينا، متوكا مش باش يركعونا، باقي صامدين وماش باش نوردوا في شبر من حريتنا. سيد أحمد إبراهيم، سؤال واحد، أكي بروفيت لو كريم؟ حسب رأيك الجريمة من المستفيد منها؟ الضرر منه هو البلاد قبل كل الأحزاب، والمستفيد منها هو الذين أفتوا يدعون إلى العنف والفتنة والاقتتال والدعوات إلى القبض من المساجد والعصابات الموجودة والمسلحة التي تتلقى بصرعيق دعوات متكررة لحل هذه العصابات، وتتخذ الحكومة موقفا واضحا اليوم عندها مسؤولية سياسية واضحة، وعلى كل أشراف الحكومة من الأساس أن يتحمل المسؤولية الكاملة بأن نتجه إلى حكومة القرار الوطني تأخذ بزمام الأمور وتضمن الأمن والاستقرار والحريات للبلاد. نبهت للنهار هذا، والتنبيه هذا يزيد أكثر وكبر بعد موقع قتل المرحوم لطفي نجد في تقوية. المرحوم لطفي نجد سحلوه وقتلوه في معناها مسيرة وفي هجوم من على مقره شكري بالعيد، اليوم قتلوه بشكل معناها منظم ومقصود، واضح بأن الأطراف اللي قاموا بالعملية هذه أطراف معناها محترفة. احنا كنا نبهنا، قلنا راو إذا كان مش يقع التسامح أو التواطؤ مع الدعوات العنف ودعوات القتل لن نوصل لها، ونحن نعتبر أن المسؤولية في العملية هذه هي مسؤولية الحكومة، مسؤولية السلطة، لأن هي المسؤولة سياسيا وأمنيا على انتشار العنف.